علينا وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة الحبيبة. تسريب فيديو مؤثر لوالدة جورج الراسي يبكي الآلاف ونادين الراسي تستذكره مبسوط شو عمل فيي؟ لا يزال اسم الفنان الراحل جورج الراسي متصدراً، وفي الساعات الماضية نشرت نادين عبر خاصية القصص القصيرة صورة لشقيقها الراحل جورج الراسي وهو يحمل ابنه جو أمام تمثال القديس شربل، وأرفقت صورة بالتعليق التالي: يا مار شربل يا ختيار عناية 7 سنين وجورج مسلمك جوتي، خلي عينك عليه وطمن قلبنا على جورج وروحه الطاهرة بإذن الله. حبيبي بعد غيابه عارف قلبه. من جهة أخرى وبمناسبة عيد ميلاد والدة جورج الراسي، نشرت نادين مقطع فيديو يظهر أجواء الاحتفال التي جرت العام الماضي، حيث اجتمعت العائلة ضمن أجواء من الفرح بوجود جورج وابنه، وراحوا يرددون أغنية العيد، كما عمد جورج إلى حث ابنه على الغناء لجدته والاحتفال بعيدها. وأرفقت نادين الفيديو بالتعليق التالي: السنة الماضية والسنة وكل سنة عقبال المية ماما يا غالية يا أحلى تيتا، مضيفة: يقبرني صوتك يا خيي. Happy birthday to you, Teta. Happy birthday to you, Teta. Teta, happy birthday to you. وفي سياق متصل نشرت نادين فيديو ظهرت فيه وهي تمارس رياضة القفز بالمظلات، والتي أشارت إلى أن شقيقها جورج هو من شجعها على القيام بهذه المغامرة المميزة، حيث قالت: كل عمره يتحداني ويقلي أنت أخت الراسي، ريتك تقبر قلبها لنادين، شو حلو نادين بصوتك يا خيي. وتابعت: مبسوط شو عمل فيي يا خيي، يا بطل يا قلب الأسد يا حنون يا خيي، مضيفة: بلا يا خيي حلو الحياة معك كلها حلوة يا جورج. نادين اي نادين، خبرينا شو الوضع؟ شو لا ما بدك تهدي. شو الوضع يا نادين؟ ما تقولي لي مش حلوة. كيف كانت الاكسبيريانس؟ يا حرام شو عملت فيها؟ هذا. وشاركت نادين الراسي أيضا عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام مقطع فيديو لشقيقها الراحل جورج الراسي ظهر فيه وهو يغني، وعلقت عليه قائلة: كيف بدي أعيش من دونك؟ كيف حكيك؟ كيف بس أسمع صوتك وأحس بحنيتك يا حبيبي حكيني وعيونك وعيونك. وكانت نادين الراسي نشرت بمناسبة عيد الصليب مقاطع فيديو تظهر التحضيرات التي قامت بها ومجموعة من عائلة وأصدقاء شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي، لافتة إلى أنها تقوم بكل ما كان يرغب جورج الراسي القيام به، حيث أبكت المتابعين بكلامها: مش أنت يا خي علمنا عيد الصليب نولع نار على الجبل حد ما نشرب ونصلي، تكرم عينك يا عمري، ما في شي حيصير بدونك ولا شي. الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين تداولوه بشكل واسع، متمنيين أن يلهم الله الممثلة نادين الراسي الصبر لتحمل فقدان شقيقها، كما تمنوا الرحمة لروح جورج الراسي.